ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح. إذن ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز أحمد عبد الرازق. أحمد، بعد التحية، حدثنا عن الجديد لديك، إليك الكلمة. شكرا دعاء. من أمام معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزة نرصد آخر تطورات الأحداث وحركة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. اليوم الأحد 42 شاحنة مساعدات توجهت، هي وعشرة شاحنات وقود، واحدة بنزين وأربعة سولار وخمسة شاحنات غاز توجهت عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح، تأخذ طريقها صوب معبر كرم أبو سالم لتخضع هناك لآلية التدقيق والمراجعة، ومن ثم يتم دخول ما يسمح له بالدخول منها. اليوم الأحد ربما لا يسمح بدخول هذه الكمية من المساعدات مرة أخرى خلال هذا الأسبوع غير يوم الخميس القادم، فهذه هي من وتيرة أو منوال العمل على معبر كرم أبو سالم منذ انتقال العمل إليه بعد 7 مايو الماضي عندما دخلت قوات الاحتلال واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري ورفعت العلم الإسرائيلي عليه. هذه الوتيرة لا تخضع لأي آليات أو معايير أو ثوابت لا سيما ثابتا واحدا، وهو التعنت والعراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام الشاحنات التي تتحكم فيها في كمية ونوعية المساعدات التي تدخل من خلال هذا المنفذ الذي أصبح هو المنفذ الوحيد. ينعكس هذا الأمر على الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، فهناك العديد من التقارير الأممية التي تصدر بشأن الوضع الإنساني والتي ربما لا تحصي هذا الوضع، يعني نستطيع أن نذكر في كل رسالة نقدمها أحد ملامح هذا الوضع. فاليوم نتحدث عن الأطفال، ففي تقريرين أمميين أخيرين، واحد لمنظمة الصحة العالمية والآخر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، هناك رقمين استوقفانا هذان الرقمين، هما الرقم الأول 15,000 طفل فلسطيني مصابون بسوء التغذية، مصابون وليسوا يعانون من سوء تغذية، هم مصابون بهذا المرض. الرقم الثاني من تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وهو 19,000 طفل يتيم في قطاع غزة، واستخدم التقرير لفظ غير المصحوبين، الأطفال غير المصحوبين، والأطفال غير المصحوبين هم الأطفال الذين فقدوا ذويهم، والديهم، إما باليتم أو الإبعاد، فقد استشهد والديهما أو أحدهما أو تم إبعاد أحدهما من خلال أو عقب أو أثناء النزوح القصري من خلال من شمال إلى جنوب إلى شرق إلى وسط إلى غرب القطاع وما إلى ذلك، فأصبح هؤلاء الأطفال مشردون يتحركون فقط مع رفقاء النزوح، رفقاء النزوح قد لا يكون والديهم أو جدهم أو عمهم أو خالهم أو أي أحد من أهليهم أو جيرتهم، حتى هم فقط رفقاء اجتمعوا فقط في عملية النزوح. هؤلاء الأطفال يتحركون بين مناطق القطاع من مكان إلى آخر، يفتقدون إلى التغذية، يفتقدون إلى التغذية العلاجية، يفتقرون إلى أدوات النظافة والتي بسببها انتشرت العديد من الأوبئة والأمراض الجلدية بينهم بحسب التقارير الأممية، وتحديدا تقرير مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأراضي المحتلة الذي ذكر هذه الأعداد وهذه التفاصيل. إذن هؤلاء الأطفال يتحركون أو ينزحون قسريا من مكان لآخر على مدار اليوم، وقد يضطرون إلى النزوح لمناطق قد نزحوا منها أو نزحوا إليها من قبل ظنين أن هذه المناطق مناطق آمنة، ثم تضرب هذه المناطق مرة أخرى. وفي التقرير نفسه ذكر أن المساحات الآمنة الإنسانية قد تقلصت إلى أقل من 9.5%. هذا مجمل ما رصدناه خلال الأشهر الماضية من خلال رصدنا لحركة تدفق المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم. تفضلي دعاء إذا كانت لديك أي أسئلة. جزيل الشكر لك أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز، جزيل الشكر لك، شكرا جزيلا.